جريفس في الرياض بعد صنعاء لمناقشة الممرات الآمنة، والميليشيات تعاود استهداف مطاحن البحر الأحمر. قبائل حجور تستبسل في الدفاع عن نفسها، والأسرى الحوثيون يؤكدون أن الميليشيات غررت بهم لقتال إخوانهم. في 11 من فبراير جمعت المتناقضات لإسقاط الوطن وأدخلته نفقا مظلما. الثامنة والنصف من قناة اليمن اليوم، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية. لا يزال المجتمع الدولي يتعامل مع الميليشيات الحوثية الإرهابية بسياسة النفس الطويل لإعطاء فرصة للسلام يحل في بلد أنهكته الحرب العبثية التي أشعلتها الفئات الحوثية الباغية التي لا تزال تمارس انتهاكاتها وجرائمها بحق اليمنيين في كل مكان. وها هم رجال القبائل في مديرية كشر بمحافظة حجة يلقنون الميليشيات دروسا عظيمة في التضحية والاستبسال للدفاع عن مناطقهم، في الوقت الذي تسعى ميليشيات الكهنوت لارتكاب جريمة كبرى في حق أهالي حجور على مرأى ومسمع من العالم أجمع. عاودت الميليشيات الحوثية استهداف مطاحن البحر الأحمر ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار في الحديدة. وأوضح مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا استهدفت مطاحن البحر الأحمر الواقعة في مناطق سيطرة المقاومة المشتركة داخل مدينة الحديدة. وأكد المصدر أن قذيفة هاون سقطت جوار صوامع الغلال المليئة بكميات كبيرة من مادة القمح تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتكفي لأكثر من 3 ملايين جائع. وسبق أن استهدفت الميليشيات الحوثية مطاحن البحر الأحمر وأصابت بقذائف الهاون إحدى الصوامع ما تسبب باحتراقها وإتلاف ما تحتويه من قمح. الجدير بالذكر أن الميليشيات الحوثية رفضت منتصف الشهر الفائت وبحضور فريق تابع للأمم المتحدة رفضت فتح الطريق في مناطق سيطرتها لتوزيع القمح من مطاحن البحر الأحمر، ما يؤكد أن القضايا الإنسانية ليست في أولوياتها. وكان برنامج الغذاء العالمي كشف في وقت سابق سرقة الميليشيات الحوثية للمساعدات الغذائية والإنسانية، كما حمل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حمل الميليشيات الحوثية مسؤولية تلف مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر وتفاقم المجاعة، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي في نيويورك الأسبوع الماضي مؤكدا عدم سماح الحوثيين للمنظمات الدولية بالوصول إلى مخازن الحبوب منذ 4 أشهر. كذلك غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفس العاصمة صنعاء متوجها إلى الرياض للقاء الحكومة اليمنية. مصادر إعلامية أكدت أن المبعوث الأممي غادر صنعاء إلى الرياض لمناقشة مقترح فتح الممرات الآمنة ونشر القوات الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية. وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لولسغارد قدم مقترحا بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية في محاولة لإنقاذ اتفاق السويد من الفشل في ظل عدم التزام الميليشيات بتنفيذه. ومن المتوقع أن تتناول مباحثات جريفس في الرياض ملف الأسرى والمعتقلين الذين تعذر إحراز تقدم في ملفاتهم بسبب تعنت الحوثيين وإصرارهم على تجزئة الملف، وهو ما رفضته الحكومة. يواصل رجال قبائل حجور الدفاع عن مناطقهم من بطش ميليشيات الحوثي التي وقع عدد من عناصرها أسرا في قبضة رجال القبائل، والذين أعربوا عن ندمهم في المشاركة في العدوان على أبناء القبائل عقب تحريض قيادات الميليشيات الكهنوتية وتغريرها بهم. بدم بارد تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية عدوانها على أهالي قرى حجور بمديرية كشر بمحافظة حجة في ظل صمت مريب للمجتمع الدولي، وتفرض حصارا جائرا على المواطنين في المنطقة الذين يتصدون لها بإمكانياتهم المحدودة. وعلى وقع الجرائم والانتهاكات والصلف الحوثي تداعى أبناء القبائل المحيطة بحجور لمنع دخول ميليشيات الحوثي إلى تلك القرى
التي تشهد قصفا يوميا من قبل الميليشيات لتجنب وقوع كارثة بشرية تسعى الميليشيات إليها بكل ما أوتيت من قوة. العشرات من مقاتلي ميليشيات الحوثي وقعوا في قبضة أبناء حجورة وعبروا عن ندمهم للمشاركة في العدوان على أبناء القبائل، مؤكدين أنهم لم يجدوا أي من الغزاة الذين تدعي الميليشيات وقياداتها زورا أنهم يواجهونهم غزاة سواء في حجور أو غيرها من الجبهات، ولا وجود سوى لمواطنين يمنيين. وتتعمد ميليشيات الحوثي الإرهابية إيهام المغرر بهم للقتال في صفوفها وأنهم يقاتلون ما تصفها أمريكا وإسرائيل وأنهم يقاتلون نصرة لله، فيما الواقع يؤكد أنهم يقتلون أخوانهم في الدين والعقيدة والمواطنة. فضحايا الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الكهنوتية يمنيين، وهو ما جعل المخلصين يتوافدون إلى جبهات المقاومة للخلاص من هذه الفئة البغية وإنهاء مشروعها العنصري السلالي البغيض وعودة الحياة إلى طبيعتها في اليمن. وللوقوف على جديد ما يدور في حجور ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي عرجاش أحد أبناء حجور كشر، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. أطلعنا أولا على المستجدات لديكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الذي يجري في مديرية بشر هي هجمة شرسة للميليشيا اعتادت على القتل والعنف وعلى محاصرة الناس وعلى كل الجرائم التي ينبى لها جريمة إنسانية، ونحن نأسف لصمت المجتمع الدولي على ما يجري في مديرية بشر. وكأن كشر هذه التي فيها ما يقارب 120 ألف نسمة كأنهم ليسوا بني آدم أو ليسوا بشرا. على العكس، حينما اقتربت يعني حينما تحدث الناس عن مدينة الحديدة التي تحتمي فيها الميليشيا والتي يعني استغلت هذه الميناء لتمثل لها عصب حياة، يعني تدعى المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته وهيئاته ليتحدث عن الجهد الإنساني، بينما مديرية بشر لا نسمع أحدا يتحدث عن هذا الجانب. على كل حال، مديرية بشر تعيش حالة من العنف مارستها الميليشيا بعد أن هجمت عليها قبل ما يقارب 3 أسابيع، لكن وقبل بداية هذه الأسابيع نادينا بأن يستجيبوا للسلم، بأن لا يدخلوا المنطقة في دوامة عنف لا يمكن أن يستفيد منها أحد، ونتائج الحرب معروفة وهي كارثية على كل الناس ومن كل الأطراف، ولا يمكن أن تستثني أحدا، ولا يمكن للناس ولا يريد الناس أن يدخلوا في العنف، إنما إذا فرض عليهم وإذا يعني أرغموهم فإنهم لن يتخلوا في الدفاع عن أنفسهم ولن يسلموا رقابهم لميليشيا ظالمة متجبرة متكبرة تمارس البطش والتنكيل بكل من يخالفها الرأي. لذلك المعركة يعني للأسف الشديد مستمرة. بالأمس حصلت حالة هجمة شرسة، ويعني استطاع أبناء المنطقة أن يتصدوا لها دفاعا عن أنفسهم، لن يعتدوا على أحد. واليوم يعني حالات كثيرة من الأسرى أو مجموعة من عدد من الأسرى ومن الذين تم أسرهم في المعركة، وللأسف اتضح أن هؤلاء من فعز ومن صعدة ومن عذر ومن عصيمات ومن صنعاء ومن بني الحارث. كل هذا التنوع لعدد بسيط منهم ينبئ بأن الحرب التي روجت لها ميليشيا الحوثي وما زالت تروج لها حتى الآن وتدعي بأنها حرب قبلية بين قبيلتين صغيرتين لا يمكن لهما أن يصمدا وأن يستجلبا هذه الأعداد من كل محافظات الجمهورية، تبين مدى الحشد ومدى الحقد الذي تحمل هذه الميليشيا الميليشيا بشر التي تصدت لها في عام 2011. وفي تلك الأيام كان البعض ما يزال يطبل لهذه الميليشيا. للأسف الشديد أبناء كشر وعوا تماما، أبناء كشر خرجوا من دائرة التمنطق خلف الآراء الحزبية نتيجة الضغط الذي مارسته عليهم الميليشيا، استطاعوا أن يتجاوزوا كل الخلافات السياسية والقبلية لأنهم يواجهون عدوا شرسا مشتركا لا يمكن أن يستثني أحدا. ومن هنا فإني أوجه الشكر لكل أبناء المديرية
الذين نسوا خلافاتهم القبلية وانتماءاتهم الحزبية، وأشكر قيادات المؤتمر والإصلاح والناصري وكل الوجهات الاجتماعية التي أدركت حجم الخطر والظلم الذي يخطف بأبناء المديرية وتصدره جميعا يدا واحدة. ومن هنا أنا أناشدكم في قناة اليمن اليوم وأناشد القنوات الأخرى التي تخالفكم الرأي أن تنسوا الخلافات الحزبية وأن تتجهوا نحو عدو واحد هو الذي يبطش بالجميع ولم يستغني أحدا ولن يستغني أحدا، فخففوا حدة المناكفات السياسية التي أضاعت اليمن. وهناك وجهات نظر مختلفة، مثل ما أنكم تتحدثون عن ثورة فبراير أنها نكبة، هناك من يرى أنها خلاص، وهناك من يرى بأن هناك أطراف سلمت البلد لهذه العصابة. لا أريد أن نغوص في هذه الجزئية أبدا، وأرجوكم أن تبتعدوا عنها في وسائل الإعلام، لأن عدونا مشترك وهو عدو كبير وعدو عنيف وعدو ليس كبيرا بإمكاناته، ولكن بتفرق الجبهة الأخرى المضادة له نريد أن نكون يدا واحدة. نستعيد الدولة ونستعيد الجمهورية اليمنية، كل الأحزاب الجمهورية المدنية نؤمن بها ونضع أيدينا بأيديها ونستعد ونستطيع ومستعدون لأن نتعاون معها إذا وصلت إلى كرسي الحكم عبر آليات ديمقراطية ينتخبها الشعب ويحدد الشعب من الذي سينتخبه، فنترك هذه القضايا ونتجه نحو تحرير اليمن من هذه العصابة التي نكلت بالجميع ولم تستدني أحدا. ومن لم يفهم طبيعة هذه العصابة وإجرامها ودمويتها فإنه لا أستطيع أن أسميه، نعم أنا أستطيع أن أطلق عليه أي مسمى. نعم نعم، الدكتور علي عرجاش أحد أبناء حجور كشر، شكرا جزيلا لك. لذلك شنت القوات الحكومية هجوما خاطفا على مواقع الميليشيات الحوثية على مشارف مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، مكبدة الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة فيما سلم عدد من المغرر بهم أنفسهم. معارك مستمرة في أعلى مجمع الصخور المطل على مركز مديرية كتاف في صعدة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثية الإرهابية، انتهت باستعادة الأولى مواقع استراتيجية فيما تواصل التقدم باتجاه مركز المديرية. فقد تم الاستيلاء على هذه التباب بفضل الله في يومنا هذا في اختاف، وإن شاء الله ستسمعون عما يسركم في مران، وسنرفع علم اليمن على جبال مران بإذن الله. وحدات المدفعية التابعة للواء الفتح باشرت العملية الهجومية بقصف مركز على مواقع وثكنات الميليشيات المتمركزة في تبت أبو سنة، أدى إلى تدميرها بشكل كامل. أعقب العملية دخول وحدات الاقتحام للتبة وتطهيرها بشكل كامل. تم بعون الله اليوم دحر العدو من تبت أبو سن، وهي التبة المطلة على جميع التباب، تم السيطرة عليها ودحر العدو وكسرنا العدو ودعسنا على خشمه، وهذا بفضل الله بفضل المجاهدين الأبطال المرابطين في جميع التباب والمواقع. أسلحة مختلفة اقتنمتها القوات الحكومية من الميليشيا التي كانت قد نهبتها من معسكرات الدولة في العام 2014، علاوة على تكبيدها قتلى وجرحى. تم بنصره وحمده تطهير هذا المواقع كما تشاهدون، وعنا ذي الحين الآن واصلين الحمد لله، تم تطهيرهم، هذا جثثهم مرمية في قاع الصخور هذا الحمد لله، وهذا كما تشاهدون هذا الغنائم من عندهم. الجبال الشاهقة بكتاف لم تمنع عزيمة القوات الحكومية من اقتحامها وتطهيرها من عناصر الميليشيا التي كانت تتخذ منها مركزا لقتل المواطنين وإرهابهم من خلال القصف العشوائي والقناصة. وقائع الميدان تشير إلى توسع وسيطرة للقوات الحكومية مقابل انحصار وتراجع متواصل للميليشيا الحوثية في جبهات معقلها الرئيس، رغم التعزيزات المستمرة للدفاع عن كهف زعيمها. دعت رابطة أمهات المختطفين الجهات المعنية الدولية والمحلية إلى التعامل مع حقوق المختطفين الأبرياء التزاما إنسانيا وقانونيا. وأشارت الأمهات في وقفة احتجاجية أمام مكتب المبعوث الأممي بصنعاء أن وتيرة الاختطافات والانتهاكات تزداد يوما بعد آخر، وطالبنا مجلس الأمن والأمم المتحدة العمل لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط، وضرورة اتخاذ إجراءات عقابية تستهدف من يقوم بالاختطاف والإخفاء والتعذيب.
أزواجنا لا دواء ولا أكل ولا شراب ولا زيارات. ممنوعين من الزيارات. أولادنا يريدوا يشوفوا أباهم ولا نريد نشوفه في أي وقت. ممنوعين من حتى الآن الشهر الثامن وإحنا ممنوعين منه. لا بنشوفه ولا بنزوره ولا بنشوفه ولا الأكل ولا شيء. درجة 30 الأولاد طوال الليل وهم بيحلموا في آبائهم. لين أبونا ليش ما نزوره؟ ليش ما نشوفه؟ ليش ما نروح عنده؟ ما نجيب له الأكل؟ ما نجيب له الدواء؟ لكن نفوض أمرنا إلى الله. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. أزواجنا تعبانين، أخواننا قد تعبانين في هبرة. الله المستعان عليكم. والله لقد قلوبنا يعني توجعنا كثير. قد زوجي 4 سنة حتى زوجي تعبان، يعني صح من العمود الفقري، صح من الكلى، صح من القصبة حق الظهر. يعني الله المستعان ما يرضوش حتى يدخلونهم لا دكاترة ولا يدونهم علاجات ولا يبصروا عليهم. ما نعلهم من الشمس قبل لهم 6 شهور، ما يعرضهم شتى على الشمس. الله المستعان. بس بيان وقفة أمهات المختطفين بصنعاء يستنكر العبقرة المتعمدة لاتفاق السويد. يوما بعد آخر يزداد شعور أمهات المختطفين بخيبة الأمل التي انتظرتها قلوبهن 4 أعوام ووعود متكررة لا تتحقق، وآخرها العبقرة المتعمدة لاتفاق السويد من قبل الأطراف اليمنية الموقعة الاتفاق، والذي يقضي بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا. تزداد وتيرة الاختطافات والانتهاكات، حيث شنت جماعة الحوثي المسلحة 2 حملة للاختطافات الجماعية في مناطق الاشتباكات المسلحة، وأصبح المدنيون الأبرياء في خطر مضاعف، كما اختطفت 2 سيدة خلافا لقيم النخوة والمروءة التي يفاخر بها اليمنيون، وتمارس التعذيب النفسي والجسدي المختطفين حتى الموت، وتحرمهم من الرعاية الصحية خاصة المرضى منهم دون أي مراعاة للأخوة والإنسانية. وأمام تجربتنا المريرة من الوعود الزائفة والمماطلة القاتلة ول4 سنوات، وإن تعددت المسميات واختلفت الآليات، نجدد دعوتنا للجهات المعنية الدولية والمحلية إلى التعامل مع حقوق أبنائنا المدنيين الأبرياء كالتزام إنساني وقانوني لا مجال فيه للمقايضة السياسية، وأن لا ينتظروا حتى يصبح أبناؤنا جثثا هامدة ليتم إطلاق سراحهم. إننا أمهات المختطفين ومن أمام مكتب المبعوث الأمم بصنعاء نطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة العمل لإطلاق سراح جميع أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا دون قيد وشرط، كما نطالبهم باتخاذ إجراءات عقابية تستهدف من يقوم بالاختطاف والإخفاء والتعذيب، وندعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لرصد وتوثيق الانتهاكات في حق أبنائنا ووضعها أمام أصحاب القرار والرأي العام للضغط لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا. صادر عن رابطة أمهات المختطفين صنعاء 12 فبراير 2019. يتنافس شركاء نكبة 11 فبراير على الاحتفال بإسقاط الجمهورية وإلغاء الدستور ودمار الوطن بعد 8 سنوات أتت على الأخضر واليابس، وأسقطت الوطن كله ضمن مشروع جماعات الموت الذي قام بهيكلة الجيش والقضاء على الاقتصاد الوطني وإضعاف النسيج المجتمعي المتماسك ونشر الأفكار الضلالية، لينتهي الحال إلى وطن غارق في براثن حرب عبثية أشعلتها ميليشيات الكهنوت الحوثية استكمالا لأجندات خارجية. ال11 فبراير مشروع جمعات تحت خيام الاعتصامات كل المتناقضات في اليمن، فتوجهت سهام الإخوان المسلمين ورفقائه ما تسمى ثورة فبراير من ميليشيات الحوثي لهد معبد الدولة على رؤوس اليمنيين، وكل فريق له مشربه وفكره المختلف عن الآخر بكل ما للكلمة من معنى. من الشرف لنا أن نخاطبكم، نخاطب الشباب، نخاطب الأحرار في ساحة التغيير، أولئك
هذا هو محمد عبد السلام، يدخل ساحة الجامعة صنعاء ويتحول بقدرة ثورية من متمرد على الدولة في صعدة إلى ثائر همه الوطن. هنا كان الوطن في منعطف خطير أودى به، فقد أتوا من الذئب على الغنم تحت رعاية قطرية وغطاء دولي كان يراقب ما تسمى ربيعا عربيا بشغف. عندما هوجمت عز الحبيبة وهم أبناء مبحث وأحباب الأشتر اليد اليمنى للكرار صلوات الله عليه، هل هذا هو الحوثي الذي انقلب على الدولة ودخل معها في ستة حروب؟ سؤال تجاهلت أحزاب المعارضة آنذاك وتجاهله الإخوان المسلمون على وجه الخصوص، والمختلفون مع الحوثي عقائديا ومذهبيا وسياسيا، بل تم التعامل مع اليمن من قبلهم على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، واحتضنت خيام ساحات الاعتصام قضية صعدة أنها مظلومية لا تمرد على الدولة، ووافق فقه شركاء الساحات حينها فيما ذهب. هي عودة الأطراف هذه الشفاعة عادت لها إلى الوطن. اليوم أنا أدعو السعيدة مثلا اذهبوا إلى صعبة تابلوا محمد عبد السلام. ارحل تحل قضية الجنوب وقضية صعدة. أبطي لشرد الوطن اليمني لتجزئته، وأنا أحذر من التجزئة. لن يقدروا يحكموا ولا أسبوعا واحدا، وأجزم بذلك. كيف دخل الحوثي إلى ساحة الجامعة في صنعاء وتحول من متمرد على الدولة إلى ثائر؟ سؤال يجيب عنه تاريخ اليمن القريب والذي سعت قطر لرسم ملامحه، فقد كانت المبادرة القطرية في العام 2010 مقدمة لحل مع الدولة وإنهاء التمرد بصورة شكلية وإدخال الحوثي ثائرا إلى العاصمة صنعاء في العام 2011. هكذا وعدت قطر وهكذا نفذت. ما عدا قطر الأدنى يقلقوا جميعا على مستقبلهم القريب القريب القريب. وما كان من الإخوان المسلمين إلا استقبالهم كفاتحين ثوار غاسلين عنهم درن الانقلاب على السلطة المحلية والنظام والقانون في صعدة وحربهم على الدولة ست سنوات الماضية. كيف لها والمشروع القطري واحد مهما اختلفت الأيديولوجيات أو تعددت المذاهب؟ بأن عصر الخلافة الجديد في الطريق. الحادي عشر من فبراير لم يكن شعبيا كما يروجون، وإنما مخطط تآمري أعد له أعداء الوطن منذ وقت بعيد. ظهر جميع هؤلاء في العام 2011 تحت راية ثورة سلمية، وجئناكم بالسلم وبحق القبيلة. أول رحلة ادعو الأخ رئيس الجمهورية أن يتنحى حقنا لدماء الشعب اليمني. ثورة لم تكن بعيدة عن دعاء ربنا باعد بين أسفارنا، فقد طالب مثل هؤلاء بإسقاط النظام واستبداله بالظلام، فكان لهم ما طلبوه، ودخل الوطن على إثر حماقاتهم في بحر لجي ظلماته بعضها فوق بعض، ضاع فيها المواطن البسيط واستفاد منها مشعل الفتن بأوسمة ونياشين وجائزة نوبل صانع الباروت ومؤسس الحروب. الأزمة بيننا وبينه هي أزمة ثقة. البحث عن الدماء بعد العجز عن زعزعة النظام وسيلة لجأ إليها شركاء ساحات 2011، وسيلة اختلط فيها الدم بالسياسة. كان أحد هذه الاحتفالات الدموية في صنعاء ما سميت بجمعة الكرامة. صعدة هي الأخرى والتي رفع فيها الحوثي شعار الموت لأمريكا وإسرائيل، كانت أمام المشروع الدموي ذاته، فتسجيل لقناة العالم بثت حينها صورا لانفجار عبوة ناسفة بمسيرة حوثية. تم التفجير الذي وقع في هذا اليوم فوراءه أمريكا وإسرائيل.
بكل الكيد والحقد. نال شركاء ساحات الاعتصام من الجمهورية، وكل فريق كان له مشرب ومسار قاد في النهاية إلى فوضى عارمة. والحديث يطول عن تقاطع المصالح المشتركة بين الإخوان والحوثي، لكن البدايات تنبئ عن الختام. فما افتتحوا شركاء الساحات من دماء وسحق للمواطن البسيط ناله الشركاء بأن هدوا المعبد على الجميع. وفي هذا دلالة واضحة على أن الجماعات الإسلاموية بمختلف مشاربها ومذاهبها لا تمثل إلا تطرفا سياسيا يهد الأوطان. وها هو الشعب اليمني بعد 8 سنوات من ذكرى النكبة يعيش في فضاءات الدماء وفلك الموت. كذلك مثلت نكبة 11 فبراير 2011 بداية كارثية لانهيار الاقتصاد اليمني، حيث تسببت في تراجع الانتاج المحلي وتوقف انتاج النفط وتدهور العملة الوطنية، بالإضافة إلى تفشي البطالة وارتفاع معدلات التضخم والمزيد من الأزمات في المشتقات النفطية. لم يكن يتوقع الغالبية من أبناء الشعب اليمني أن يمثل 11 فبراير 2011 بداية كارثية لدخول البلاد في نفق مظلم، وكان أساسا لنكبة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد الوطني. أدعياء التغيير أوهم الشباب بأن رحيل النظام كفيل بالوصول إلى الوظيفة وتحسين الوضع المعيشي، لكن الحقيقة غير ذلك. فإن من كانوا يحلمون بوضع أفضل مما كانوا عليه تفاجأوا بتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ، حتى وصل الحال إلى أن أصبحت الوظيفة العامة حكرا ومحاصصة بين أطراف الصراع دون الاستجابة لتلك المطالب التي غلب عليها الطابع السياسي. فتبددت الأحلام حتى أن الموظفين الذين كانوا يأملون بزيادة طفيفة في مرتباتهم لم يكونوا يتوقعون بأن يأتي يوم تنقطع فيه مرتباتهم التي هي حق مشروع كمصدر رزق لهم ولأسرهم. ومنذ ذلك الحين دخل الاقتصاد الوطني فصلا جديدا من التدهور الحاد واختلال في السياسة النقدية هي الأسوأ على مستوى العالم. أعيدوا الدولار إلى ما كان عليه 85، أعيدوا قيمة الكيس الحب إلى ما كان قبل 85، إلى ما قبل 90، إلى ما قبل يعني 2001 2002 2003 كله شعارات كذب ويخرطوا على عامة الناس ويهيئون أنفسهم إنما البديل. البديل سيكون أسوأ وأسوأ من ما هو موجود. ولعل من خرجوا بدعوى تأمين سبل العيش الكريم باتوا اليوم رهن شبح المجاعة والأمراض الفتاكة، حيث تشير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ناتجة انعدام مصادر الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى مستويات جنونية، حيث كان سعر اسطوانة الغاز قبل نكبة فبراير تتراوح ما بين 700 إلى 900 ريال، فيما كان الكيس القمح 50 كيلو ب 3500 ريال. ارحل ترحل معك المجاعة، ارحل. يعود اليمنيون إلى بلادهم مكرمين معززين، يرفع المتسولون من الجولات. 8 سنوات عجاف ذاق فيها اليمنيون المرارة والآلام، ومهد ذلك اليوم المشؤوم لنكبة جديدة في 21 سبتمبر 2014 التي أودت بالوطن إلى التخبط في مستنقع حرب عبثية كان سببها أولئك الذين ظلوا في الخيام يتأبطون شرا لليمن واليمنيين من ميليشيات الحوثي الكهنوتية، أسفرت عن تدمير كلي للاقتصاد الوطني وتمزيق للنسيج الاجتماعي مع ظهور اقتصاد الحرب أو ما عرف بالسوق السوداء الذي ينمو ويعتمد على استمرارها وغياب دور المؤسسات الرسمية التي باتت تتحكم فيها الميليشيات. دخلت البلاد في أزمات متتالية في المشتقات النفطية التي عطلت حياة الأغلبية من المواطنين مع تفشي السوق السوداء التي أوصلت الأسعار إلى أرقام تفوق أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتكبد القطاع الزراعي خسائر تقدر ب6 مليارات دولار وتراجع كبير في المحاصيل وتعطيل للنشاط الصناعي والتجاري والسياحي وهجرة الكثير من رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج. وفقد اليمن 90% من مصادر نفط خزينة الدولة نتيجة تأثر أكثر من 3500 منشأة اقتصادية عامة وخاصة بظروف الحرب، بالإضافة إلى انهيار العملة الوطنية بأكثر من 4 أضعاف ما كانت عليه،
وما تزال الكارثة الإنسانية تتكشف أبعادها يوما بعد آخر. فقد كشف تقرير لمكتب مفوضية الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 85% من إجمالي السكان في اليمن بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية طارئة. تراجعت المؤشرات الكلية للدولة بشكل حاد، وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة سالبة وصلت إلى 12.71% عام 2011، وسجل الميزان التجاري عجزا بلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجلت معدلات التضخم 23%، واستمر العجز في الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من 7% نتيجة توقف إيرادات النفط تماما، وما ترتب عليه من فقدان أهم مورد لتمويل الموازنة والعملة الأجنبية، حيث كان النفط يغطي أكثر من 70% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من 85% من قيمة الصادرات. وفي الختام تذكر بأبرز العناوين: الميليشيات تعاود استهداف مطاحن البحر الأحمر وغريفس في الرياض بعد صنعاء لمناقشة فتح ممرات آمنة. قبائل حجور تستبسل في الدفاع عن نفسها والقوات الحكومية تشن هجوما خاطفا في كتاف. نكبة 11 من فبراير جمعت المتناقضات لإسقاط الوطن وأدخلته نفقا مظلما لا آخر له. لقاؤنا في 11:30 على خير في أمان الله.